first ball for the night. If you all are ready, do it with your permission. Yalla. Yalla. The first ball. أول كرة عنا لليوم. It is 3-2, 32, 32 هي أول كرة عنا لليوم. في حال كان رقم 32 من ضمن اختياراتكم ففي احتمال تكونوا ضمن رابحينا. The first ball for the night, 3-2, 32 it is. So just in case if you have this number, for sure, you're going to win tonight. Going to the second ball. Yalla. Yalla. There we go. It is single number 9. صار بالمجموع عندنا كرتين اللي هم 32 و9. في حال كانوا هدول الكرتين او هدول الرقمين من ضمن الارقام اللي اخترتوهم لليوم فانتوا قربتوا من انكم تصيبوا اول جائزه من جوائزنا اكيد بعد الكره الثالثه راح يبلش الربح بميجا 7. Single number 9 it is. So if you match 32 and 9 in any order, remember this, from the next ball onwards, you're going to start winning cash. Going to the third ball for the night. Yalla! Yalla! كرتنا الثالثة لليوم. It is 33-33. 33 صار بالمجموع عنا ثلاث كرات وثلاث أرقام واللي هم 32, 9 و 33. في حال كانت هذه الأرقام أرقامكم بأي ترتيب حتى لو كان عشوائي ربحتوا معنا أول 7 دراهم ودائما بقول أول الغيث قطرة. 33 it is. So if you're matched 32, 9 and 33 in any order, 7 dirhams belongs to you. Going to the next ball, fourth ball it is. Dua. Yalla. Yalla. كرتنا الرابعة يا ترى شو رح تكون؟ It is 1818 رقم 18 صار بالمجموع عنا أربع أرقام واللي هم 32, 9, 33 و 18. في حال كان هدول الأربع أرقام أرقامكم بأي ترتيب عشوائي بتكونوا ربحتوا معنا 50 درهم إماراتي وبهيك بتكون مستردتوا سعر التذكرة اللي شاركتوا فيها بميجا 7. 50 dirhams is yours if you have this number 18. So if you match 32, 9, 33 and 18 in any order, 50 dirhams. Now that covers the cost of the ticket. Going to the fifth ball for the night, we're talking 1000 dirhams here. Ready, Dua? I'm ready, طبعا. Let's see it. Yalla. Yalla. Here we go. It is single number 4. 1000 درهم إماراتي رح تكون من نصيب أي مشترك اليوم قدر يطابق الخمس أرقام بأي ترتيب. شو هي أرقامنا الخمسة؟ 32, 9, 33, 18 و 4. 1000 درهم إماراتي سهلة ولطيفة لكل شخص قدر يطابق هالخمس أرقام بأي ترتيب. Single number 4 it is. So just in case if you have matched 32, 9, 33, 18 and single number 4, you're winning 1000 dirhams. It's getting bigger. Now we're talking about 250,000 dirhams. We're going to the next ball. Ready? Yeah, I am ready. Yalla, yalla, let's go. Let's say it. Yalla. Yalla. كرتنا الثالثة لليوم. It is 36-36-36 هي كرتنا الثالثة لليوم ويعني 250,000 درهم إماراتي لأي شخص قدر يطابق الست أرقام بأي ترتيب. ما في داعي أذكركم إنه إذا كان في أكثر من مشترك قدر يصيب هالست كرات بأي ترتيب أكيد الجائزة راح تكون بالمناصفة بين الرابحين اللي قدروا يطابقوا ستة من أصل السبعة وهذا بالفعل شفناه بحلقات سابقة. شو هي أرقامنا الستة؟ 32, 9, 33, 18, 4, 36. بتمنى يكون في حدا اليوم بحب الثلاثينات وعم يختار ثلاثينات لحتى نشوف الرابع. Let's go, Rajab. Sixth ball for the night is 36, 36. So if you're matched 32, 9, 33, 18, 4 and 36, 250,000 dirhams. Just last week we had Mukul Shiv Prasad winning this. I hope somebody wins it again today. The One last ball more. For us. Yeah, last ball. Are we ready? Yes, yalla. Yalla. Let's go. كرتنا الأخيرة. It is 30. Whoa. إن شاء الله اليوم يكون حدا بحب الثلاثينات لأنه احتمال يكون اختار هذه الأرقام ويروح معنا جائزة 100 مليون درهم إماراتي أو حتى أي من جوائزنا. 100 مليون درهم إماراتي رح تكون من نصيب أي مشترك اليوم رح يطابق السبع أرقام بـ